والآن جاء الوقت اللي فيه بنستمتع بفريق الترنيم، والآن يقدم مع دراما أيضا. نصلي أن الله يعطينا استمتاع بكوير الترنيم بقيادة مدام سعاد سليم. نصلي أنه يبارك الله وقتنا ويعطي لنا هدوء وانسجام في محضر الله. مساء الخير. قبل ما الكوير، حاجة بسيطة بس علشان حضراتكم تقدروا تتابعوا الكانتاتا ماشية ازاي. الكانتاتا هيبقى فيه مجموعتين للتمثيل للدراما. في مجموعة هتبقى واقفة فوق المنبر، في مجموعة هتمثل تحت. مجموعة فوق المنبر علشان حضراتكم تبقوا فاهمين بيحكوا القصة بعد ما حصلت بسنين عديدة، لكنهم بيتذكروا، بيقولوا ذكرياتهم عن اللي حصل. والمجموعة اللي تحت على المسرح بتنقل هذه الذكريات بطريقة حية من خلال التمثيل. عشان كده هنلاقي بعض أحبائنا اللي في الدراما مكتوب قدامهم يا إما دال يعني دراما، يعني حد بيتكلم من تحت، أو ره يعني قارئ مسرحي، هتلاقوه بيتكلم من فوق علشان حضراتكم تقدروا تتابعوا الكانتاتا ماشي ازاي. ومعه أناس من كل المستويات وهم يصرخون قائلين إنه ملك اليهود، فهل نسمح له بالدخول؟ وكم عددهم؟ ربما مئات. إنه مدعي جديد ملك. يا لها من نكتة، إنه لن يشكل مشكلة لنا. مثل برباس، هل كان يشكل مشكلة؟ هل ستجازف وتسمح له بالدخول إلى المدينة؟ وهل سأجازف وأتركه خارجا؟ وماذا لو سبب شغبا لو دخل من الأبواب؟ ومن قال إنه لن يحدث شغبا عند أبواب المدينة إذا لن نسمح له بالدخول؟ لا، إياك أن تفعل. إن الأمر سيكون تحت السيطرة. إن عدد الناس كثير جدا. أتخشى من ملك يطاطي حمارا؟ افتحوا الأبواب. ملكنا ملك الملوك، إلهنا لك السجود، على كل أنت تسود، ملك كل الملوك. يمكن أن يحدث هذا؟ هل مرت كل هذه السنين على ذلك اليوم؟ لقد اعتدت أن أتساءل إن كنت أسمح له بالدخول. لو كنت عرفت حينها ما أعرفه الآن.
حيث أني رومانية فأني أعرف العقلية الرومانية. في الواقع أنا أعرف مرقس قائد المئة ذاك، إنه لم يخشى أي عدو لكنه كان يرتعد من رؤسائه. خوفه من حدوث ثورة عند البوابات جعله يدخلهم جميعا، يسوع والتلاميذ والجموع، حتى أم يسوع مريم. لقد كان الجو صاخبا. لقد ظن تلاميذ ابني إنه مزمحينها أن يقيم مملكة بل أن يطيح بالرومان. لقد كان بطرس أكثر الناس حماسا. وما الجديد؟ لقد أخبرته إني أعرف ابني جيدا، إن ما تراه لا علاقة له بالسياسة حتى إن كنا في أورشليم. لقد ظننت أنه قد حان الوقت، هذه بدأت مملكتي أخيرا، هذا ما كنا ننتظره. لقد انتظرت طويلا أن أسس مملكة الله على الأرض، لذلك صممت في الإصرار، لكن في النهاية أصبح اسمي مرادفا للقاتل محدث الشر باراباس مثير الفتنة. وعندئذ قابلت المرأة، لقد كانت مبهورة بتعليم يسوع، لكنها كانت مختلفة عن الكل، فهي بكل تأكيد رومانية ومثقفة، لكني لا أعرف إن كانت من أتباع يسوع، لكن من الواضح أنها راغبة أن تعرف عنه، لأنها كسيدة رومانية. كنت أخاطر بكل ما لدي إذا ذهبت إلى هناك، لكني لم أستطع أن أقاوم. إنه ليس مجرد معلم، إنه أعظم من نبي، أعظم بكثير. لم أكن أعرف من تكون، لكن بدا عليها أنها تعرفني وعرفت حقيقة يسوع. لقد أرادت أن تعرف أين سيعلم. الهيكل؟ طبعاً، اجمع الناس، لن يوقفنا أحد. هذا ما كنت أنتظره منذ أن اختارني كواحد من الاثنى عشر. لقد توجهنا إلى الهيكل وكنت متلهفاً لأرى ما سيحدث. ثم أسرع يسوع خطاه وهو يدخل الهيكل. ليس مكان البيع والشراء، هذا بيت أبي لترفع صلاة. هنا سلب الفقير نهب المسكين، هذا بيت أبي ملجأ الحائرين. جئتم من كل مكان، ماذا تبغون الآن؟ هل سبحان ترى ربحان؟ ماذا تبغون من بيتي؟ لقد طرد التجار والصيارف، طردهم خارجا وصاح قائلا: بيت أبي سيكون مقدسا للصلاة. بيت أبي؟ وأخبر أناس أنه جعلوا هيكلهم مغارة لصوص. جسور أم أحمق لا أدري، لكنه رائع. إني لا أرى شغفا على الهيكل مثل هذا من قبل. لا، إنه ليس إنسانا عاديا. ليس مكان البيع والشراء، هذا بيت أبي لترفع صلاة. اخرجوا. إنما أدهشني كثيرا أننا عدنا للهيكل ثانية. في الواقع كل صباح كان يذهب إلى الهيكل. أتفهمون؟ يجب علينا أن نراقبه. لقد قررت أن تتولى إحدى فصائل هذا الأمر، لكني ذهبت بنفسي أول يوم، ثم ثاني يوم، والثالث. أمر مضحك، مرقس قائد المئة الذي ينشغل 100 رجلا لتلميع سلاحه، مطلوب منه أن يتتبع تحركات ذلك المعلم. لا، لابد أن يسوع شعر بذلك. أنا واثقة من ذلك، أن يسوع هذا يقدر أن يرى أعماق أرواحنا اليائسة. وعوضا أن يحتقرنا ويرفضنا كرومانيين، فإنه أحبنا. إن في هذا الشخص شيء يفوق كل ما عرفته في حياتي. لكن إلى أي مدى سيسمح رئيس الكهنة باستمرار ذلك؟ بمناسبة الفصح، طلب يسوع مني أنا ويوحنا أن نعد عشاء الفصح، لكن كيف لنا أن نجد مكانا؟ أننا لا نعرف أحدا في أورشليم، لكنه أعلمنا أننا سنقابل رجلا حامل جرة ماء، وهو سيعد لنا مكانا. وهذا ما حدث تماما. لقد استغرقنا وقتا طويلا لنألف المعجزات، ليست هذه شكوى. على أي حال، أخيرا وجدنا مكانا للاسترخاء دون خوف، فلم يعرف أحد أين كنا. بالطبع عرفنا أين كانوا.
لم أقضي مع المعلم وقتا أكثر متعة وألما من هذا. لقد تحدث عن أشياء مخيفة، لكنه طوال تلك الليلة أظهر حبه لنا بأكثر وضوح عن ذي قبل. لقد تيقنت أنه سيفعل أي شيء لأجلنا. لقد تأكدت في أعماق قلبي أنه حسبنا مستحقين لحياته هو. وجدت مشهدا تكرر من قبل. هل أسلم لهم؟ بالطبع أن هذا ما حدث، لكن ما الذي يزعجني في ذلك؟ أتم القضاء على تهديد آخر للسلام؟ هل حلت مشكلة أخرى؟ إن كان الأمر كذلك، فما الذي ينغصني في داخلي؟ حتى بعد أن أخبرنا يسوع عمن سيسلمه، فإني لم أفهم، لكني واثق أني لا يمكن أن أخونه. إني أضع نفسي عنك. أتضع نفسك عني يا بطرس؟ الحق الحق أقول لك أنه لا يصح أديك حتى تنكرني 3 مرات. أنكرك يا سيدي؟ لا، لن أنكرك.
أسيرة في الشوارع في ساعة متأخرة من الليل. لابد أن أناسا كانوا يتزحمون على شيء ما، ورؤساء الكهنة مع فرقة من جند الهيكل. ما الذي يمكن أن أفعله؟ لقد عرفت أن لو كان هذا الاضطراب بشأن يسوع فإنه ليس في أمان، الأمان الذي كان يمكن أن يتمتع به لو كانوا خارج أبواب المدينة بعيدا عن السلطات. لو كانوا داخل السور لكان هذا مظهر رعب لي. وسؤالي هو، ترى ماذا كانوا يفعلون؟ قد حضر إلينا رؤساء الكهنة في تلك الليلة ومعهم المعلومات اللازمة، وكما اعتقدت فإن يهوذا كان عليه أن يدلنا على يسوع، وعندها كان لابد أن نقبض على يسوع. لكن ما هو القانون الروماني الذي كسره يسوع؟ هذا هو ما يهم؟ على أي حال فلن يكون الاعتقال رومانيا، ومع ذلك فقد كان علي أن أذهب معه. طالما أن ما حدث هو في أي مكان حول أورشليم فهذه كانت مسؤوليتي. من الملائكة تنتظر كي تخلصني، ولكني لو طلبتهم فإني سأفقدكم وسيمضي العالم في طريقكم، وهذا ثمن باهظ جدا. يا أبتاه، إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك. يا أحبائي، لما تناموا في ليلتي؟ ألا تصحون وتسجدون في محنتي؟ فابقوا معي، ما أنا أعلم. ألا تعلمون ما أنا أدرك؟ ألا تدركون؟ لو تدركون ما في الحاج كنتم تدركون حزني. أنتم لا تعلمون ثمن حبي لكل أحبائي فوق ذا الصليب. آثامهم خطاياهم أحمل في جسدي. هل يقوى حبي ليحملني؟ أم المسامير في يداي؟ هل يسحقني صليب العار أم ألام الخطايا؟ كم هو مقدار حبي؟ كم هو مقدار؟ ألا ترفع ذا الكأس؟ ترفع عني الأحزان؟ أبتاه هل تعين الرأي كي يصير حملا؟ لا حبي يقوى ليحملني إلا يضاق تحت حملي أثقال الخطايا. بعد أن
عندما قبض جنود الهيكل على يسوع حدث أغرب ما يمكن تصوره، فإن بطرس أحد أصدقائه المقربين قفز عاليا بسيفه وقطع أذن واحد من خدام رئيس الكهنة. لقد ظننت أن هذا هو ما وصلت إليه الأمور، مقاومة مسلحة. لقد لوحت بالسيف على أقرب شخص مني معتقدا أنه سيتفادى السيف، فلم يسبق لي أن أمسكت سيفا قبل ذلك، لكنه لم يتفادى السيف. فقد كنت موشكا أن أفصل رأسه عن جسده، فقد ضربت رأسه وفصلت أذنه تماما. حتى المحاولات غير الجادة بالسيف تشكل خطورة. لقد أعطاني يسوع الاشتراك في المعركة، لا بل الأذن التي قطعتها. أنا أصدقكم القول الآن، التقطها يسوع وأعادها إلى مكانها صحيحة. هرب التلاميذ يسوع بسرعة الرياح. كم أتمنى لو كان عندي رجال بمثل ثبات أقدام هؤلاء في الظلام. ثم أخذوا يسوع إلى دار القيافة لاستجوابه. لكن بعد أن أقدمت الجموع لمحت شخصا وسط الظلام يتبعنا من بعيد، وأنا كرجل شرطة لقد تدربت أن أكون واعيا بكل ما يحيط بي. كان علي أن أعرف إلى أين يأخذون يسوع. لقد راقبت الأمر من بعيد حتى لا يراني أحد. حينما وصلنا إلى دار القيافة إذ بنفس الشخص الذي تبعنا من بعيد يدخل فناء الدار ويجلس أمام مدفأة. لقد عرفته أنه واحد من تلاميذ يسوع، ألست كذلك؟ أنا؟ ماذا تقولين؟ واحد من أتباعه؟ لابد أنك مخطئة. بمجرد أن أدركت أنهم قد يفرجون عنه أو لا يفرجون. لا أعلمت. أنا واثقة لقد كنت معهم في البستان. معذرة لست أنا، أرجوك دعيني وشأني، أنا لا أعرفه. اعتقدت أنه يجدر بي أن أترك هذا المكان إذا كانوا قد عرفوني هنا. لا أنا واثقة، فأنا لا أخطئ تمييز الوجوه. اسمعي كفاك هراء، أنا لا أعرفه إطلاقا. لا أخيرا نجيت نفسي، كيف أني أنكرت ربي إلهي. كنت صديقه كنت الشجاع، لكنني مرارا أنكرت إلهي. هل هذا هو الصديق؟ هل ذا هو الرفيق؟ خانتني شجاعتي بل ضاع إقدامي. خفت وارتعشت تحت أقدامي، من يظن أني أنكرت ربي؟ ثم إلى هيرودس، أخيرا أعدوه إلى بيلاطس. في كل مرة كانوا يضربونه كانت تعلو أصواته غضب. ما هي جريمتك؟ هل أنت ملك اليهود؟ كما تقول. إني لا أجد علة في هذا الإنسان. أجد علة فيه. هذا المكذب. ماذا فعل هذا الإنسان؟ هو يهدد عرشك. هو ليس ملكا. خذه ليصطبى. لقد حلمت أن هذا سيحدث. لا ليس حلما بل كابوسا مرعبا. لقد أرسلته لبيلاطس لأضمن أنه لن يسيء إلى ذلك الإنسان البار. خذوه أنتم واسلبوه، إنه لم يتعدى على أي قانون. لقد أرسلته رسالة لبيلاطس زوجي، لأني لم أستطع أن أخبر أحدا من أنا وأني فوق المساءلة. لم أستطع أن أخبر مريم لأني كنت أخشى أن شيئاً كهذا يمكن أن يحدث. لقد كانت الرسالة هي أقصى ما في وسعي أن أفعل. لو عرف بيلاطس أين كنت وما الذي كنت أفعله حين تتبعت ذلك الرجل. قد اعتدت أن أطلق لكم سجيناً في كل فصح، فلأطلق لكم يسوع. لا أطلق يا بارباس، أصلب يسوع. أطلق يا بارباس، أصلب يسوع.
يقتلون برناس اني استطيع ان اسمعهم من داخل زنزانتي ويقولون اسلبهم يسلبونني. اذا لقد تجمعوا بسببي انا، لقد كنت صديقهم، لقد خطرت بحياتي وقتلت شخصا محاولا ان اطيح بالرومانه خارج اورشليم. هل هذا كل ما يكفنني به؟ ان باراباس قاتلا وارهابي لقد سبب لكم متاعبا كثيره. حسنا، هو ذا مليككم، انا اسلمه لكم. اني بريء من دم هذا البار. ليست يداك هي ما تلطخ يا بيلاطس. كمل، كيف تخاطبينه هكذا؟ فقد بيلاطس زوجي يا مريم. خذوه واسلبوه. تقولين أنك زوجته؟ زوجة الرجل الذي حكم على ابني؟ مهلا يا مريم، أنت لم تفهميني. لم تفهميني يا مريم. في ظلام الليل قد سرت خلفه يردد قلبي صدى كل كلامي. ذاك الذي شادني منذ رأيته قد أحيا في رجائي وتبعت ذا الرجل فوقع كذابني بحبه.
علي أن أخذه إلى حيث نفذ حكم الإعدام. لقد بدأت أصدق أنه كان سجيني، لا لشيء إلا لأنه قبل أن يكون سجيني. في لمحة سريعة أدركت أنه يمكن أن يحرر نفسه. أطلق سراحي في اليوم الذي اعتقدت أنه سوف يشهد لعيادي. كان أطلق سراحي بسام هذا الرجل يسوع، ولحد علمي أنه بريء. بريء استبدلوه بقاتل وباراباس المحرض على الشغب. لقد حاول الإطاحة بالحكومة الرومانية هنا. لقد قتل أناسا وهم الذين يطالبون بإطلاق سراحه. لا، إنه إنسان مغيض شارك في إعدام إنسان بريء. ابني البار، لقد كنت أدرك تماما أنه ينتمي للآب ولنا جميعا ولك، لكنه ينتمي لي أنا أولا، طفل البريء، إنسان بريء حامل الصليب. لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون أنه كان حاملا إياه عني، أنه كان يموت على صليب. الصليب الذي كان علي أنا أن أحمله. ابني أنا، سجيني، ملكي، أنا. هذا هو إن الأرض تتزلزل عندما تموت والسماء تظلم. يبدو أن حتى الأرض والسماء أمنتا أن الذي يموت هو مسيح الله. لقد طال انتظاري يا يسوع، لقد درست كل الأسفار المقدسة وعرفت كل العلامات لأبحث عن كل النبوءات. وهل سأظل منتظرك؟ وما الذي جنيته من انتظاري؟
ولا علامة واحدة تشير إلى أن الآب لا يزال يحبنا، لذلك انقلبت على روما. وهكذا حاولت لكني فشلت. وها هو يسوع يظهر على حقيقته، ليس كما توقعت أن أجده في المسيح المعجزات وكل ما سمعت عنه. ماذا لي إني أملك فرصة أفضل للإطاحة بالرومان؟ قد أكمل، لقد خانق صديق مقابل 30 قطعة من الفضة. ألم يكن هذا تحقيقا للنبوءات؟ ألم يكن يسوع من نسل داود؟ ألم يولد في بيت لحم؟ لماذا تركتني؟ هل هو يتساءل هل يمكن أن يترك الله المسيح ليموت؟ هل تذكر تدريبك في الهيكل؟ هل تذكر تعلمك المزمور 22 وأنت طفل؟ إن هذا المزمور تنبأ عن المسيح، إنه يبدأ بهذه الكلمات: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ هل كان يقتبس من الكتب المقدسة؟ أنا أعرف كل كلمة من هذا المزمور. كل الذين يرونني يستهزئون بي، يابست مستشقفتهم قوتي، ولصق لساني بحنك، ثقبوا يدي ورجلي، يقسمون ثيابي بينهم، وعلى لباسي يقترعون. هذا ليس عنه، كيف يمكن أن يترك الله؟ هل كان يرينا الموضع الذي نحتاج أن نقرأه؟ أنت تعرف بكل قلبك أن كل هذا تم التنبؤ عنه. اقرأ المزمور: يا أبتاي اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. أيها الآب قل لي إني مخطئ. لا لا، ليس من انتظرته طويلا، ليس على الصليب المعد لي أنا. عشت كل ذا زمان أروع الجميع، حتى جاء إلينا من يعنى بالجموع، من ترى يكون ذا للنبوة، لما قلت سوف يأتينا، هل هو ابنك؟ ربي ربي لما تركته؟ وهل حقا هو مالكنا؟ أين قد متى بنالا عنيها في القصر؟ قد أطلقت عنه النيل، ها في غدر قد أصيب بالروم الروماني، كساني بالدم الكريم حبا أحبني. ربي هذا
حقا كان هذا ابن الله؟ ماركوس، ماذا كان تفكيرك؟ أيها المكرم بيلاتس، لقد قال هذا المضلل قبل صلبه إنه سيقوم ثانية بعد 3 أيام. يقوم؟ حيا. عندئذ فهمت الفارق بين المؤمن وبين أحد الأتباع. أحدهم تجدد بالإيمان والثاني مرتعب. لم يفهم التلاميذ أنه كان يجب أن يقوم يسوع ثانية. أما الفرسيون فقد عرف وتحركوا ليحولوا دون قيامه. إننا نطلب حراسة القبر. إننا نريد حارسا رومانيا عند القبر بصفة مستمرة. أتريدون حارسا واحدا؟ ولما لا تأخذوا اثنين؟ سنعطيكم حارسين، سيعطيكم ماركوس أفضل جنوده، وستتغير نوباتهم كثيرا حتى يكونوا متيقظين دائما. يجب أن يبقى الحجر في موضعه. ولماذا لا نختم القبر؟ فكرة رائعة، إذن لنختم القبر. أخيرا وجد من يفهم مأزقنا. بكل تأكيد أننا أفهم ذلك، لقد اتضح ذلك مؤخرا. وهكذا حلت مشكلتنا. اسمعني جيدا، لو أن يسوع هذا ينوى أن يترك القبر فلن يقدر أحد أن يمنعه. إن مشكلتكم قد بدأت. ما الحاجة إذن إلى حارس ثاني؟ فقط أحب مزيدا من الشهود. ماركوس، عليك فقط بتعيين الحارس وختم القبر. سمعا وطاعة. وهكذا صار. لكن في اليوم الثالث استولى علي الفضول وتوجهت إلى القبر بمجرد بزوغ النهار، وفي طريقي قابلت الحارسين. من يهوبين يهوعين المدينة تاركين مهمتهما؟ إنه الأمر المذهل. أولاً لأنهما أفضل الحراس لدينا، ثانياً لو أن عسكرياً رومانياً فقد ما يحرسه فالعقوبة الموت. لكنهما قابلا رؤساء الكهنة ووافقوا أن يقول أنهما ناما وأن تلاميذ يسوع سرقوا جسده. بعد ذلك قص الرواية الحقيقية. لقد تساءل بيلاطس كيف استطاع الحارسان أن يشاهد تلاميذ يسوع وهم يطلقون الجسد إذا كان نائمين، أو كيف نام والحجر يتدحرج بعيدا. لقد ذهل بيلاطس بأن يعترف الحارسان بما تصل عقوبته الإعدام، لكن الحارسين قبض الثمن والفريسيون تقابل مع بيلاطس. يبدو أن مشكلة يسوع هكا قد بدأت. أخبرني الحارسان بحقيقة ما حدث. ركضت متجها إلى القبر وفي طريقي قابلت بطرس التلميذ، وكما قال الحارسان إن يسوع لم يكن هناك. لقد أخبرته بأنه حي. عندئذ ضحكنا وبكينا وصرنا نركض حول القبر كالمختلين. أخبرت بطرس أني فهمت بالصعوبة ما قاله الحارسان، إذ كان يركضان مبتعدين عن القبر دون توقف، ومن الخوف وجههما شاحبين عندما أظهراني المنظر المذهل. رجل بلباس لامع مثل البرق عند القبر هذا الصباح. لقد تدحرج الحجر بعيدا والأدفان ملفوفة وموضوعة في القبر، وبمجرد أن أشرقت الشمس ذلك الصباح قام ابن الله وقال الملكان لماذا تبحث عن الحي بين الأموات؟ إنه حي. وهي نحا فهو يرسوه هو على الموت فصار نحا فصار Jesus.
غيرت الحياة للأبد من اللحظة التي تحققت فيها من يكون يسوع. لقد تغيرت مرة أخرى عندما أخبرت رؤسائي بأن سجيني الأخير كان خالق العالم الذي مات ليخلصنا، وإنه عاد للحياة. إن حياتي لي عادت. عاد مرقس إلى روما، وبهذه المناسبة قد وصلتني رسائل تفيد بأن المسيحية قد اقتحمت روما فجأة. يا له من توافق عديد. يبدو أن الفريسيين لم يعرفوا من هو يسوع. يسوع عاد مرة أخرى بقوة وغير كل شيء. الآن أنا مستعد لأن أتبعه حتى إلى أطراف الأرض مهما كانت التبعات. إني أتحدث كثيرا مع كاميلا، إنها مؤمنة رائعة. لقد عاد ابني إلي وإليك، الطفل الذي وهبته الحياة أعادها لي ثانية، حياة إلى الأبد وبقوة جاء المسيح حسب مخططي هو، لا مخططي أنا. قد تحرر أسرى مستجيبا صلاتي، والآن قد تحرر قلبي وتحررت روحي، وهو الآن يستخدم قوة محبته ليغير العالم. قوة حبه سبق قلبي إيمانه مجاني، صار ربي وفقد الصليب، قد غفر ذنبي. فقد تركت خلفي كل آثامي، بل جرحت عني كل أثقالي. قد التهب قلبي فيا إذ قد رأيته، وهو يسفك دم عني. حمال الله قد صار إلى الصليب أخذ مكاني. هذه قوة حبه سار قلبي لمعنه مداني، صار ربي. بقوة حبه العظيم فداني يا الرحيم، بنعمتي وهباني النعيم حقا حقا. فبقوة حبه Yeah.
أمام هذا العمل الرائع وقوة الأداء الراقي، سواء كان ترنيما أو تمثيلا، لا يملكنا إلا أن ننحني إعجابا وامتنانا لهذا العمل الضخم. بنشكر الله من كل قلوبنا لأجل الأداء المتميز اللي قدم في هذا المساء، وشكر من القلب لمدام سعاد سليم وفريق الترنيم، والأستاذ مينا فايق وفريق التمثيل لأجل العمل الرائع والعظيم. نصلي أن الله يبارك هذا العمل، ونعلن أنه سيعاد الأحد 1 مايو الساعة 7:30 تماما في كنيستنا هنا. أيضا هناك دعوة وهناك فرصة لآخرين يستمتعوا بهذا العمل الرائع. نصلي بكل بركة لأجل هذا العمل، ونصلي أن يستخدم هذا العمل بركة خاصة لكل من يسمعه ويشاهده.